مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد في قمر 14. النهاردة بنتكلم عن موضوع في قمر 14 تقريبا شاغل الناس كلها، وهو موضوع أو منتج اسمه الكركمين. الكركمين هو عبارة عن الكركم، يعني موضوع عبارة عن تابل من التوابل المصرية أو اللي الناس كلها متعودة عليها، ولكن الناس عارفة الكركم، لكن في مصطلح اسمه الكركمين الناس بتتكلم عنه دلوقتي، وبيقولوا أنه هو بيعمل حاجات كتيرة ومعجزات كتيرة. لذلك إحنا قلنا إن شاء الله بإذن الله فردنا حلقة في هذه المسألة، وبنستضيف الدكتور يسري بكر، استشاري الفيروسات والمناعة. برحب بيك يا دكتور يسري. أهلا وسهلا، شرف اللقاء. الله يكرمك. الدكتور يسري بقى النهاردة يقول لنا إيه حكاية الكركمين دي، وهل فعلا هو منتج مفيد بالشكل ده، وهل من الممكن الكركم نفسه ممكن نستعيد بيه عن الكركمين، ولا لازم الكركمين؟ دكتور اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وبعد. بالنسبة للكركمين اللي شغل الرأي العام كله اللي موجود حاليا، أنا عايز أتكلم كلمة. سمعت كتير على الفضائيات الناس استفادت فيه، نعم، فمش عايز أستفيد في اللي هم استفادوا فيه. تمام. طبعا الكركمين ده المادة الفعالة بتاع الكركم، والكركم نفسه مادة نفس العائلة بتاعت الجنزبيل، نفس العائلة بالظبط. ولكن السؤال اللي المفروض كان يتسأل، ليه إحنا في بلدنا ما بنزرعش الكركم؟ تمام. الكركم نفسه، الكركم نفسه، اه، ما بنزرعوش ليه في بلدنا؟ هو الكركمين جزء من الكركم. لا، انا الاستخلاص منه ده حاجه تانية. لكن احنا ليه ما بنزرعش؟ ليه ما بنزرعش؟ لان الكركم محتاج بيئه معينه، البيئه دي متوفره في مكان واحد في العالم اللي هو الهند. الهند مش موجود عندنا. طب ليه الهند؟ ليه ليه مش مصر؟ نعم. رغم ان الامطار والتربه وي لكن ري الكركم بيعتمد على الامطار وليس الانهار. يعني مش ري بالغمر ولا التمطيط ولا الرش ولا الكلام ده كله. طب وليه الامطار؟ ليه الامطار؟ سؤال جميل. ليه الامطار؟ اشمعنى بقى ليه الامطار؟ الدنيا كلها حاولت تزرعه. نعم. وفي اماكن كتيره مزروعه. نعم. ولكن انا هوضح الفرق فيه. ليه الهند بالذات برعة في الموضوع ده؟ الأمطار وهي جاية جايبة معاها نوع من الأوزون. الأوزون ده بيعمل إيه بقى؟ هل الأوزون يا دكتور، هنا بتتكلم في الأوزون كعلاج قبل كده، كلمت فيه كعلاج، لكن هنا الأوزون لما يروح للنبات هنا بيعمل إيه بقى؟ بيغير الوسط بتاع النبات نفسه. تمام. فبالتالي الكركم الهندي بالذات غني بفيتامين سي بشكل خطير جدا، فيتامين كي، ماشي، النايسين، والاهم من ده كلته الافكتيف مينرال اللي هو المعادن المؤثره. المعادن المؤثره الافكتيف، ده السؤال اللي هيتسال بقى. نعم. الافكتيف مينرال ديت اشمعنى مركزه هنا؟ نعم. ليه هي مركزه في الهند بالذات؟ نعم. مركزه في التانيين، لان ده بيغير البيئه. كل مينرال معين او كل نوع من الاملاح محتاج للنبات نفسه وسط معين عشان يمتص فيه. لذلك تلاقي النبات مثلا عندنا بدا جودته تقل، مثلا حاجه زي الرز مثلا اللي بنزرعه، العود نفسه بقى راخو. ليه؟ لتغيير البي اتش بتاع التربه، البي اتش المعايره، البي اتش المعالجه. هنا ما حدش بص للبي اتش خالص. نعم. لكن اللي هيبص بعد كده الكركم، عشان ما طلعش من موضوع الحلقه، احنا عايزينه علاج طبي، عشان مش عايزين نسرح. الكركم من الاخر الهند. طيب، حضرتك قلت ان الكركم اكثر مناطق في العالم في الهند، وفي بعض المناطق في الهند بتاع الهند مميز وينمو على الامطار. في حاجه تانية، واحنا عندنا امطار، ليه ما عندناش كركم بينمو على الامطار؟ لا ليه؟ لان البي اتش اللي هناك برضو مختلفه. انت انت عادي بتزرع. نعم. بس هنا في حاجه. امسك الكركم ده وامسك الكركم في اي حته تانية، هتلاقي ده اصفر اصفر، والتاني اصفر، يعني مش غامق، مش قوي. فعلا احيانا بنشتري الكركم احيانا بيكون غامق ورايح للبني شويه، واحيانا بيكون اصفر قوي. لا، ده انت بتدخلنا في سكه بقى الكاري وسكه العصفر. والكلام ده السوق. نعم، ده السوق. انا مش عايز اندرج لكلمه السوق دي. طيب، احنا بس يعني الكركم ككركم
لونه اصفر فاتح، ده المميز او الاصلي او الاحسن جوده او الاجود مثلا؟ الشركات الهنديه عشان المشاهد بس، الشركات الهنديه لما جم يتكلموا قالوا احنا عايزين المستشار العلمي المستشار العلمي اللي هنتكلم معاه. فلما انا قعدت معاهم قالوا احنا كنا عايزين واحد مستشار علمي زي حضرتك كده اللي بنتكلم معاه كله عقليه تجاريه، عشان انت عشان انت كيمياء حيويه كلينيكيه انت احنا عايزين واحد مستشار علمي بالشكل ده. وعلشان كده ادوني هديه، فكرني اداها للناس كلها ازاي الكركمين يحولوه للايبوزومال، لايبوزومال وازاي يعالج سرطان لايبوزومال. استنى خلي دي للاخر، خلي دي للاخر ماشي، خلينا بقى الكركم نفسه نعم ليه بيعالج. اي حاجه في الدنيا لها لون في النبات اعتبرها ماده علاجيه، اي تابل اي حاجه لها لها لون، اي حاجه لها لون ليه يعني بقى؟ الجرجير اخضر ده يعالج، ما هو ده كلوروفيل. البقدونس والشبت يعالج، كلوروفيل، اي حاجه ليها لون، وكمان بيتا كاروتين وكمان فيتامين ايه. نعم ها نعم، اي حاجه لها لون تعالج. طب ليه لها لون او تساعد على علاج؟ ليه لها لون؟ نعم، عندي حاجه اسمها لما تدخل بقى في علم تاني اسمه البيوفيزيكس او حاجه اسمها الفيزياء الحيويه، الطيف الموجي او الطيف الموجي. نعم، فالعلم اللي جاي كله في الطب كله هيعمل حاجه اسمها الطيف الموجي او البيوفيزيكس. نعم، الكركمين ليه طيف موجي معين، الطيف الموجي دهوت ليه رينج، الرينج بتاعه دهوت ده اللي خلى الكركمين يقول انا شغلتي كذا، انا بعالج كذا، انا والاوساط كلها بدات تتكلم مش كل الكركمين اللي موجود يعالج. نعم، او يساعد على علاج، او يساعد على علاج. نعم، احنا خدنا كده الهيصه، الدنيا كلها خدت الهيصه، الدنيا كلها دلوقتي الكركمين قاعد بتباع. انا لميت الكركمين اللي في السوق كله. نعم، لقيت واحد بيبيع الكركمين ب 800 جنيه كيلو، واحد بيبيع ب 3000 جنيه كيلو، واحد قال لي لا 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 ده انا هجيب لك يا عم، انت زعلان ليه؟ انا هجيب لك ب 300 جنيه بس. هو مديني انا بسوق برضه معاه كده، مش ما اعرفش انا مين. احط على الطفل الموجي تلاقيه مش هو، الاقي كل اللي في مصر كله ممكن كركمين بنسبه 20% وبيدي، لكن مفيش بنسبة 100% أبدا. نعم، علشان كده الشركات الهندية لما جت تتكلم قلت له أنا ما يهمنيش السعر، أنا مش بخلفية تجارية، أنا بتكلم بخلفية علمية. علمية قال بس يبقى أنت الراجل بتاعنا في شمال إفريقيا كله. قلت له لا، صعب، تقيل الموضوع، تقيل. لا مش فاضلك لشمال إفريقيا، وفي مصر أنا مش هشتغل الكلام ده هنا. تمام، لأن أنا مش قاعد. طيب، إذا إحنا عايزين نقول هناك كركم وكركمين، والكركمين المادة الفعالة للكركم، والطيف الموجي والمادة المستخلصة من الكركم، واهم شيء قلت الطيف الموجي عشان الطيف الموجي يعالج. الطيف الموجي لما يتوفر فيه طيف موجي بشكل معين. ايوه، طبعا ليه ميجرمنت او قياس اللي هو طول موجي او الكلام ده كله، علشان كده كل اللط اللي بيجينا من بره من الكركمين عارف كويس قوي، بيحطه لي على الطيف الموجي وانا بحطه برضه على الطيف الموجي عندي. نعم، واقول العينات العشوائيه دي طالعه كذا كذا، انا عايز من الطفل موجي كذا وكذا. وده سر من اسرار شغلي. إذن الشركه إذن نفسها بقى. إذن ان من يبحث عن الكركمين لابد ان يبحث عن كركمين ذات صفات معينه. ما هو قلت لك فيه ب 300 جنيه وفيه ب 3000 جنيه. ما علينا بكام، لكن يعني هو اصبح ان هناك قاعده بتقول ان الكركمين ده حاجه بتعالج او بتساعد على العلاج. اذا دخل على الخلفيه التجاريه انساه. لا، خلينا على الخلفيه العلميه، لو هو على الخلفيه العلميه. ما هي الأمراض التي يساعد على علاجها؟ إيه هي الحالات اللي ممكن مع الطبيب العادي يستخدم هذا المنتج أو هذا التابل أو هذا نسميه إيه؟ العشب؟ نسميه إيه؟ سميه زي ما تسميه في مصر، تابل. أنا بسميه تابل من التوابل، علشان ما أعرفش التوابل من هم من التوابل، لأن إن شاء الله من الحظر يفتح احتمال نسجل الشركة ديت، بس بتبقى طيب الكركمين العربية. يعني الكركمين ده حاجة غير الكركم. وده لما يكون على مواصفات او خلفيه علميه كويسه بيساعد في علاج اشياء كثيره كتير، مثلا زي ايه؟ خشونه الركبه، العظام، الغضروف. إيه اولا هو ليه بيشتغل كمضاد للالتهابات؟ مضاد للالتهابات مثلا. ليه؟ انا ما اعرفش، انت حضرتك اللي تقول ده. كمان الناس اللي مثلا كل اللي عندهم مثلا حاجات التهابات في المفاصل، التهابات هنا، التهابات هنا، بيستعمل الكركمين يقول لك ده انا خفيت. ليه؟ لانه بيعمل انهبيشن للبروستاجلاندين. يوقف البروستاجلاندين خلاص،
وبيحسن لي الطاقة. فهنا كل اللي بياخده بيقول لك اه ده انا خفيت. انا خفيت. يعني هو كان مضاد للالتهابات عشان وفي نفس الوقت ما هوش كورتيزون. بيعمل فعل الكورتيزون بس مش كورتيزون. طيب هو مخرجنا الجميل الاستاذ وليد عمارة في بعض الصور لبعض العينات او العبوات المتعلقة بالكركمين، يا ريت ان احنا نعرضها وعشان خاطر نبص عليها برضو او المشاهد يشوفها لو هي موجودة. طيب يبقى اذا نقول ان هو مضاد للالتهابات، الكركمين مضاد للالتهابات. انا مش هتكلم في الكلام كله فاهمه وكله عارفه كمضاد للالتهابات. لكن انا عايز اتطرق لجزئيه تانية خالص. نعم. وفيه فريقين واقفين لبعض فيها، الكركمين والسرطان. طب هقول لحضرتك يعني بقى من رقم من كلام حضرتك ده، يبقى ايه هي فوائد الكركمين وبيساعد في ايه بصفه عامه؟ الكركمين اللي موجود كله كله موجود كبيز كقاعدة. لكن فيه كركمين تخصصي. طيب ماشي، احنا عايزين بقى نعرف التخصص بقى ده. هو ده شغلنا احنا مع الـ مع الـ مع, الـ مع الهند. شغلنا ازاي بقى؟ انا عايز كركمين بمواصفات يعالج سرطان. تمام، حلو. ازاي بقى؟ هو يجيب لي انت بقى المستشار العلمي ما تتكلمش معاه في سعر. لا، انا ما بتكلمش معاك في السعر، انا بتكلم كمنتج عايزه بمواصفات كذا كذا كذا. المواصفات دي يعملها لي ازاي؟ يجيبها لي ازاي؟ الكركمين عشان ادخله يشتغل كأنتي كانسر مضاد للسرطان، يقوم يعمل لي بقى بيوقف لي عمليات الميتاستازس بتاعت الكانسر. نعم. اول ما يوقف الميتاستازس الجهاز المناعي ما بيسيبش على طول. ده انت كنت كابس على نفسي، اول ما بس بيفك كده بياكل هو الخلايا المناعيه، الخلايا السرطانيه. ولذلك العلاج رقم واحد. العلاج رقم واحد، رقم واحد ورقم 1000 للسرطان. هو المناعه. اذا يعني بشرى للساده المشاهدين فيما يتعلق بال ده لسه ما كملتش الجمله. طب الوقت ضيق. الكركمين هتلاقيه على 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 الرصيفه حالا اهوت. نعم، لا ما ينفعش، لابد ان يكون كركمين على خلفيه علميه. ما على هتلاقيه على الرصيفه. هو يعني دلوقتي على الرصيفه. طبعا الدكتور يسري استشاري فيروسات ومناعه وفي نفس الوقت كيمياء حيويه اكلينيكيه او بايو كيميكال رياكشن اللي بيقولوا عليها، او بايو كيمستري. طبعا احنا بنتكلم مع حد متخصص. استاذ بيولوجيا جزئيه. استاذ بيولوجيا جزئيه، يعني ده كلام متخصص. عشان كده احنا بنقول لما نستخدم المنتج ده او نتعرف على المنتج ده او ناخد المنتج ده المتوفر مثلا، يبقى احنا عارفين ان ده على خلفيه علميه وعارفين رايح فين وجاي منين. لذلك انا بقول للساده المشاهدين اللي من يريد الحصول على هذا المنتج او الوصول لهذا المنتج، هناك ارقام باستمرار على الشاشه موجودة أمام حضراتكم، ممكن جدا جدا لا يحدد المرض. ماشي، هيبقى في حد بقى بيرد عليه. يحدد يعني يحدد نوع إيه العلاج اللي عنده يعني. استنى، هو دلوقتي كأنتي كانسر، هو ليه أنتي كانسر؟ يعني مضاد للسرطان. أكتر حاجة تقلب الجسم قلوي بسرعة جدا. قلوي، ولما الجسم يكون قلوي بس خلاص خلصت. يعني في حالة إن الكركمين ممكن يخلي الجسم قلوي. وعلشان كده أنا هلفت انتباهك، أنا قلت جملتين في الأول هيعدوا. نعم. على كله. اتفضل. هيعدوا على كله، حتى العلماء اللي بتسمعنا هيعدوا عليهم كله. اتفضل. ليه الهند دون غيرها هي اللي نجحت في ده؟ نعم. كان عندنا في حاجة زمان البيئة، التربة القلوية عشان عشان نمتص فيها العناصر والكلام ده كلته. أكتر حاجة تعالج تخلي الجسم قلوي ومش هلاقيها خالص. ولما جيت اشرحها في المحاضرات بعد كده قال لك يا دكتور ده ماده مشعه اللي هو السيزيوم. وسيزيوم. السيزيوم. سيزيوم بدرجات معينه. ده بيخلي الجسم قلوي وانت واقف على طول. وانت واقف ده المفروض كان يكون في التربه. ده موجود في التربه في الهند بس مش في مصر. مش في مصر او مش في اي مكان تاني متوفر. ما هو علشان شوف التكات اللي هي الايه التكات. ما هو انا عايزين نوصل لحته يعني عشان احنا هنا انت ليه مجبر على التثقيف والتوعيه للساده المشاهدين. لا انا انا باخد ديجري معين. درجه معينه. ديجري معين. هات لي كذا كذا، انا عايز فيه مواصفات كذا. طب انا سمعت كتير جدا على الفضائيات ان هو بيعالج خشونه الركبه بشكل رائع. حتى انا عندي فيه دليل، في سيده يعني كانت تعاني جدا مش عارفه تصلي حقيقه. ايوه. مش عارفه تصلي الا وهي قاعده. بتقول لي انا خدت من الكركمين ده فعلا، ما كنتش عارفه انه كده. بتقول لي ان انا بسم الله ما شاء الله سحر. هو تقوم وقعد واصلي زي الشباب. هو دلوقتي ازال الالتهابات كلها وخفف الدنيا كلها. بدا الجسم يعمل في الركبه، يعمل ايه بقى؟ يدخل لي تاني الجلوكوزامين. جلوكوزامين. الجلوكوزامين ما هي اكيد خدت حاجه فيها كبريت.
كبريت عشان يعمل لي جلوكوز امين ويعمل لي سائل الركبه ويعمل لي المفاصل تاني من جديد، اللي هي السائل اللي السائل الزلالي بتاع الركبه، الزلالي بتاع الركبه، ايوه اللي هو بيخلي الركبه بتتحرك بسهوله. ايوه نعم. بدا ايش انت هتخليني كده اتكلم في جزئيه تانية ما كان المفروض مش هنتكلم فيها، الا وهي ليه يا دكتور ان الكركمين ليه درجات نفس الديجري؟ مش انا قلت في ديجري للكانسر؟ نعم. في بقى ديجري تانية عشان اعالج بيه الغضروف. طيب قبل ما نروح الغضروف، نقدر نعتمد على الكركمين ده في انه يساعد في علاج خشونه الركبه اللي بتعاني منها كل ستات مصر وكل الستات اللي عندها سمنه؟ الف ب ده الف ب الف ب الف ب ثم ما بعد ذلك الغضروف بقى. لا ثم ليه تكمله كمان، ليه تكمله. علشان كده انا عايز، مش واحد يقول انا خدت الكركمين وعمل والتاني يقول انا خدت الكركمين وما عملش. نعم هنا فيه خطا. حدد انت عايز ايه. حدد. يعني لا، ما يناسب زيد لا يناسب عمرو. لا طبعا. اذا فالموضوع يختلف مني انا وانت نختلف، يعني لو تناولنا نفس الجرعه ممكن يعمل معاك حاجه وما يعملش معايا حاجه. على ما ايوه على حسب احتياجي او على حسب احتياجك انت، المشكله اللي عندي. سيبه بقى ما تجيش جنبه. على حسب احتياجك انت. اما دلوقتي انت دخلت بيا، لما دخلت في الركب يبقى المفروض هتدخل فين بقى؟ في الكولاجين والالاستين. نعم. ليه الغضروف؟ ليه الشعب المصري كله عنده؟ امسك الناس كلها واعمل لها اشعه وهي ماشيه كده، هتلاقي ده انت عندك الثالثه والرابعه، الرابعه والخامسه. كله وهو ماشي ما حسش بحاجه، مش داري بالدنيا، مش داري بالدنيا. اي مريض بيروح عند الدكتور بيعمل رنين الثالثه والرابعه، الرابعه والخامسه على طول. 99% من الكلام ده كلته ده طبيعي. نعم. مرض الغضروف هو المريض اللي بيحصل بروتروجن في او بيحصل انفجار في الديسك نفسه وبيضغط على العصب وبيوقف للرجل خدلان، الرجل بتعمل الكلام ده كله، او المثانه ما عادش بيتحكم في البول. هو ده فعلا، ده شغل الغضروف، ده شغل الجراح. نعم. مش شغل خالص، مش شغلنا خالص. نعم. لكن كل اللي ماشي على رجليه وعنده تعب في الظهر والكلام ده كلته بعيد كل البعد. ده عباره عن ايه بقى؟ نوع من الكولاجين اللي ماسك الضعف في عضلات الظهر. نعم. اول ما تديله بند مخصوص للكولاجين مع الكركمين انتهى. اذا الموضوع يحتاج دايانوسيس، تشخيص صح، حالة الشخص ده عنده ايه، فبالتالي مش حكاية الكركمين وبس. طب هل فيه بقى اللي خد من ده خد من ده قال لي يا دكتور اصل ما عملش معاه حاجة. الالاستين بتاع الرقبة هو فكر ان الدنيا دي كلها واحدة. الغضروف كولاجين، الرقبة الاستين حاجة تانية. هو نفسه اخوه بس ايه بشكل تاني، عشان ده كيمياء حيوية. يعني انا بس عايز ايه المشاهد ما ينزعجش من الكلام ده، اصل شغل الكيمياء الحيوية هو بسيط جدا. يعني قال مثلا ان الظهر بيحتاج كولاجين والرقبة نفس الفقرات بس حاجة اسمها الاستين، مش كده؟ الاستين. احنا كنا قبل كده بنستعمل فده كلها حاجات ربنا خليها عناصر وهرمونات. الهرمونات هي اللي بتتحكم في البني ادم، هي اللي بتصنع البني ادم. احنا كنا قبل كده بنستعمل فيه حقن البلازما. وحاليا عندنا مشروع بحثي استشاري ازاي نستخلص ديجري عالي جدا جدا من الكركمين. ديجري عالي جدا جدا من الكركمين، نحاول نعمل بيه حقن. لسه دي التجارب في مرحله البحث. نعم. نحاول نعمل بيه حقن مع البلازما في مرحله الغضروف. تمام. يقوم المريض انتهى الفيلم في ساعتها. طيب يعني ناخد من الكلام الجميل ده بتاع الدكتور يسري، بان يعني بشرى برضو النهارده للي بيتابعونا، ان الناس السيدات او الرجال او حتى الشباب للاسف اللي عندهم خشونه في الركبه، يعني مش قادر يحرك ركبته، مش قادر يتنيها وهو بيصلي، هو طالع السلم بيتعب بيزك كده، ان شاء الله بيقول الدكتور يسري انه الف به في التاثير العلاجي الحلو من الكركمين في هذه المساله، يعني يعالج خشونه الركبه بشكل جميل جدا جدا. ده مش معناه انك تسيب دكتور بتاعك الخاص بالطب المبني على الدليل، ولكن هذا يساعد مع العلاجات وممكن جدا مع الوقت كمان ان شاء الله ندي. نعم. ده يعني ايه تاني غير خشونه الركبه دكتور الكركمين يفيده؟ يعني مثلا انت قلت في الغضروف، في خشونه الركبه، في حاجات كتيره مضاد للالتهابات. انت في حاجات كتير جدا عندنا مثلا، هل كله متعلق بالعظام ولا في مثلا الجهاز الهضمي، الكبد مثلا؟ الكبد. خد عندك الكبد. نعم. الف ب وبدونه لا يتم علاج الكبد. ياه. وبدونه ياه. لا يتم علاج الكبد، بالذات الكبد الدهني. كبد الدهني وبالذات انا قلت الكبد، بيقولوا معظم الناس عندها كبد دهني. لا في حاجه الناس فاهمه او الدنيا كلها فاهمه كبد دهني يعني في دهون. انا الدهون عندي في الكبد نوعين. دهون يعني خلايا الكبد عباره عن خلايا، شفت خلايا الشمع السداسيه؟ فيه دهون بين الخلايا
ودي سهل ان انا اضيعها. لكن في دهون جوه الخلايا داخل الخلايا داخل الخلايا ودي من انتهى الصعوبه وديت بيتحكم فيها مين، ولذلك الكبد تلاقيه حمال الاسيه عنده سيتوموجالو فيروس وبشتاين بار فيروس ودول ساكنين. اوعى تقول مش ساكنين، اصل احنا عملنا دكتور ما فيش اوعى تقول مش دول ساكنين في اغلب الشعب المصري ساكنين ساكنين، يعني معظم الناس عندها دهون على واخد ومدد ونايم ومرحرح ومرحرح، ده نتيجه مثلا سلوك غذائي قديم في موجود كتير ولذلك بياخد الدهون جوه بيعمل فيها ايه بقى؟ ده المخده بتاعه. طب احنا نعمل ايه؟ عشان الكركمين بيدخل جوه يعمل ايه بقى؟ الكبد ساعه ما بيلاقي الكركمين بيقول له تعالى يعمل ايه؟ يدور في الجسم على اي حاجه فيها كبريت على طول. نعم، ما هو الكركمين محتاج معاه كبريت بقى، ساعة ما يلاقي الكبريت زي ما يكون حاجة كده هتطفش كله بقى. ليه؟ بسرعة هيعمل جلوتاثيون على طول على طول. نعم، أول ما يعمل جلوتاثيون خلصت خلص الموضوع. طيب شوف بينظف نفسه بقى، يقضي بقى على الدهون ولذلك بداية علاج الكبد هو الجلوتاثيون. سبحان الله. هو طيب اذا ما انتجش الكبد، اذا ما انتجش جلوتاثيون اعرف انه فيلير 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 لحد ما تيجي تقول زراعه كبد. يا نهار ابيض، ربنا يستر. اذا تابعونا مشاهدينا الكرام، الجماعه اللي هم عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي اللي هم مرضى الكبد، طبعا لسه انا هسال، ما هو الكبد فيه فيروس بي وفيروس سي وفي تليف وفي دهون وفي كذا. انت لسه ما كملتش. اتفضل يا دكتور. وجود الدهون في الكبد نعم. يعني معناها كده خلات فيتامين دي 3 خارج الخدمه، وبالتالي الكالسيوم اللي في الامعاء مش هيمتص وينزل في البراز. نعم، ادي حاجه هشاشه العظام. ده كمان لو الكالسيوم حتى موجود فيتامين كي 2. طب الكي 2 يعني انا عايز الاثنين، فيتامين كي بالذات هياخد لي الكالسيوم اللي هو فيتامين كاف يعني كي 2 بالذات هياخد لي الكالسيوم يعمل فيه بقى بيوزعه التوزيع الصح، بدل ما يرميه في الانسجه بيرميه فين بقى؟ في العظم. ده شغل كيمياء حيوية وفي الأسنان. طيب عندي حالات بقى نعم كانت في منتهى الغرابة والطب كله قاعد يعمل لها عملية 5 سنين. تخيل فيه زوائد عظمية صغيرة جدا، نتوء عظمي بيجي بين الفقرات، الدكتور يدخله في نتوء عظمي يدخله يعمل له عملية يشيل النتوء نعم، والمرضي يرجع طبيعي جدا نعم 6 شهور ويتكون النتوء تاني. نفس الفكره، لقيته اتكون فين بقى؟ بين الركبه ولذلك بقوم فارد الركبه وما يقدرش يمشي خطوه. تمام، الدكتور يدخل يشيل كل 6 شهور. لا، ودي قصه مزعجه. لقيت برضو طلع نتوء عظمي في الاصابع هنا. نعم، نتوء عظمي في حاجات، ومهما نديتها الدكتور يديله علاج. طب دكتور، عشان فاضل معانا اقل من دقيقه. دقيقه ازاي؟ معلش. نلخص ونقول الكركمين يفيد في ايه؟ ما تلخصش بقى خالص، لان طالما انت بتقول دقيقه انا اتكلم في الكركمين احنا استعملناه في الكورونا. في الكورونا وما اتكلمش فيه، هو طالما غير البي اتش زي ما قلت لك بقى قلوي يبقى الكورونا وقف ومش هتكلم فيها لان موضوع كبير قوي. نعم، اول بدايه علاج الكورونا اناني البي اتش برضه اي فيروس بيقف في البي اتش القلوي، لان الفيروس نفسه حمضي. نعم، حمض نووي. نعم، عايز حمضي. ايوه حمض نووي صح، عايز حمضي. اول ما اديله القلوي هيقوم عامل ايه بقى؟ واقف وساكت. الجهاز المناعي مش هيسيبه. تمام، على طول بسرعه بيكون. يعني اذا كمان من الممكن جدا لو على خلفيه علميه يفيد في معالجه الكورونا. يفيد، ده هم نفسهم سيطروا على الكلام ده كلته. نعم، بالحاجات دي الشركه بقى جايبانا احنا هديه. قال يا دكتور احنا عايزين نمدك بالموضوع ده بحيث انك تبقى احنا كنا عايزين مستشار اعلامي. نعم، لنا بالشكل ده. نعم، في حاجه جديده خالص اسمها لايبوزومال كركمين. انا خلصت الوقت بس بسرعه بقى يلا. طيب لايبوزومال كركمين ده عباره عن ايه؟ لايبوزومال كركمين ده حاطين فيه حاجه بالكركمين بشكل اجود واعلى. نعم، التجارب اللي عليه اللي عملوها صح قالوا انه بيعالج حالات الزهايمر وشلل الرعاش. لحد الان انا ما شفتهاش. نعم، ولكن دي التقارير بتاعتهم وفيه كام حاله واخدين بس. قال طيب
أولم تؤمن؟ قال نعم. بلى قال ولكن بلى إيه؟ لكن ليطمئن قلبي ولكن أنا اديته الحالات بدأ يبقى عليها تحسن. طيب يعني إحنا عشان وقتنا انتهى مخرجنا أستاذ وليد بيقول الوقت انتهى، فإحنا إن شاء الله هنلخص في كلمتين قبل ما أختم أستاذ وليد، إن النهاردة اتكلمنا أو استعرضنا بشكل بسيط لكن إن شاء الله تكون في لقاءات أخرى عن موضوع الكركمين وهو المادة المستخلصة من الكركم. الكركمين أو المادة الفعالة من الكركم في حديث كتير طال عليها في كل الفضائيات وفي كل وسائل الإعلام، ولذلك انتبهنا لهذه المسألة، ويقول الأخصائيين والمختصين بهذه المسألة والدكتور يسر كان معنا قال بأنه مفيد جدا جدا في علاج خشونة الركبة، مفيد جدا جدا في علاج المفاصل، في علاج الغضروف، في علاج الظهر، في علاج كتير، لكن يكون على خلفية علمية وليس خلفية تجارية. مش بكام، على خلفية علمية، بالإضافة أنه هو قال أنتي كانسر يعني مضاد للسرطان والعياذ بالله، ولما جينا عند الكبد قال أنه هو ألف به يعني بيخش بيدوب دهون الكبد، لأن معظم الناس عندها دهون على الكبد، الدهون بين الخلايا السداسية زي اللي طبعا اللي هو الشمع، لو تبص على خلايا النحل اللي هي السداسية دي الخلايا اللي بتبقى جوه الكبد، فبيقول أنه هو بين سناياها في دهون ودي سهلة، ولكن اللي ساكنة جوه ونايمة دي بيساعد جدا الكركمين فيها. لذلك إن شاء الله بإذن الله نرجو ان احنا نكون قدمنا لكم نقول للمحاذير، معلش طب المحاذير هنقولها في حلقه تانية ان شاء الله. خلاص وقت يعني ثاني بقى نستفيد بقى في بإذن الله ازاي باذن الله اسخره في علاج السكر كمان. طيب ده موضوع كبير قوي اذن، برغم ان هو المفروض ممنوع للسكر، لكن ازاي اسخر الليبوزومال بالذات يتم توظيفه، وهو ده المفاجاه الثانيه. نعم ان نعم ازاي تستعمل تنهي السكر نعم بالليبوزوم الكركمين. دكتور بيقولوا لي كفايه الوقت كفايه كفايه في نهايه اللقاء اشكر باسمكم الدكتور يسري بكر استجاري استشاري الفيروسات والمناعه والكيمياء الحيويه الاكلينيكيه. الله يكرمك. شكرا لك يا دكتور، وشكرا لكم على طيب المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.